بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن القراءات من حيث أحكامها أو أنواعها وأحكامها، بعد أن عرفنا القراءات ذكرنا أن التقسيم الأنسب للقراءات هو أن تكون قسمين: القراءات الصحيحة المقبولة التي يقرأ بها، والقراءات الشاذة التي لا يقرأ بها. وتكلمنا في الدرس السابق عن النوع الأول وهو القراءات الصحيحة، وذكرنا أن العلماء ذكروا لهذه القراءة ثلاثة أركان، فلا بد أن تتوفر فيها حتى تكون قراءة مقبولة صحيحة، وهو الركن الأصلي والأهم، أن تكون مروية بالسند الصحيح المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق القراء، ابتداء من الصحابة إلى القارئ الذي نقرأ عليه. وهذا الأمر هو الأساس في القراءات، فلا بد أن تكون القراءة مروية بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مجموع الأسانيد التي ثبتت عن القراء تبلغ حد التواتر، لذلك أعلى أنواع التواتر هو تواتر القراءات بمجموعها من حيث تعدد القارئين بهذه القراءات، لأن قد لا يكون التواتر في الإسناد الواحد، وإنما يكون في مجموع الأسانيد. أيضا التواتر الذي يعني يعرف بأخذ القراءة جيلا عن جيل، ومجموعة كبيرة من القراء عمن قبلهم، فالقراءات لا شك أنها ثابتة ثبوتا قطعيا لا شك فيه. ثم يأتي الأمر الثاني، لذلك يقولون في الأمر الأول: القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. ثم يأتي الشرط الثاني، وهو ما يتعلق بموافقة رسم المصحف أو رسم أحد المصاحف العثمانية، وهذا أمر مهم حتى يكون توثيقا للقراءة. فالأصل هو التلقي، لكن لابد أن تكون القراءة موافقة للمصاحف العثمانية، لأن الصحابة رضي الله عنهم بعد أن كتبوا القرآن في هذه المصاحف قرأوا بما فيها وتركوا ما لم يوافق هذه المصاحف. طبعا لا يعني أنهم تركوا شيئا من القرآن، وإنما قد يكون الترك لبعض الوجوه التي يقرأ بها في القراءات الموجودة عندنا الآن. ثم الشرط الثالث والركن الثالث، وهو ما عبر عنه أهل القراءات بقولهم: موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه. وذكرنا أن هذا الشرط أشبه ما يكون بتحصيل الحاصل، فالقراءة إذا ثبتت فهي حجة بنفسها، وتصبح لغة فصيحة يعتمد عليها ويستشهد بها، لأنها في أعلى درجات الفصاحة والقبول من حيث اللغة. فهذه هي الأمور التي تتعلق بالنوع الأول من أنواع القراءة. النوع الثاني من أنواع القراءة ومن أنواع القراءات هو القراءات الشاذة أو القراءات الشاذة. القراءة الشاذة هي التي نقلت عن علماء القراءة الأوائل من الصحابة والتابعين، لكنها مخالفة لخط المصاحف العثمانية. فالقراءات الشاذة قراءات منقولة لكنها مخالفة للمصاحف العثمانية. فقد كان المسلمون يقرؤون القرآن قبل نسخ المصاحف في خلافة عثمان رضي الله عنه على وجوه من النطق، وكان بعض تلك الوجوه يخالف خط المصحف، ثم ترك الناس كل قراءة خارجة عن الخط بعد نسخ المصاحف وإرسالها إلى الأمصار الإسلامية، وقرأوا بالوجوه التي يحتملها الخط من القراءات التي قرأ بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد سميت القراءات المخالفة لخط المصحف بالقراءات الشاذة. وعلى هذا فالقراءة الشاذة هي قراءة صحيحة من حيث هي كثبوت، لكنها مخالفة للمصحف ولم تتوفر فيها شروط القبول للقراءة الصحيحة، فهي قراءة شاذة ولو كان سندها صحيحا ثابتا، لكن خالفت رسم المصحف فتعتبر قراءة شاذة، لأنها جاءت مخالفة لما أجمعت عليه الأمة من نص القرآن الذي نقل بالتواتر. قال علم الدين السخاوي: الشاذ مأخوذ من قولهم: شذ الرجل يشذ شذوذا إذا انفرد عن القوم. والذي لم يزل عليه الأئمة الكبار القدوة في جميع الأمصار من الفقهاء والمحدثين وأئمة العربية
توقير القرآن واجتناب الشاذ واتباع القراءة المشهورة ولزوم الطرق المعروفة. فلا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة، ومن قرأ بحرف شاذ يخالف المصحف وخالف بذلك جمهور القراءة المعروفين فهو غير مصيب، وهذا مذهب الراسخين في علم القرآن قديما وحديثا، كما قال ذلك الإمام أبو منصور الأزهري في كتابه تهذيب اللغة. والقراءات المخالفة لخط المصحف التي قرأ بها الصحابة رضي الله عنهم جزء من الرخصة في الأحرف السبعة التي رخص لهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، سبعة من الوجوه من الألفاظ المتعددة لمعنى واحد على القول الأشهر، والذي عليه كثير من محققي العلماء أن المراد بالأحرف السبعة أن يكون اللفظ له أكثر من طريقة في النطق لكن المعنى واحد، نحو أقبل وهلم وتعالى وإلي ونحوي، لكن المعنى واحد وهو تعال. فهذه ألفاظ متعددة والمعنى واحد، هذا ما قرره الإمام ابن جرير وغيره من العلماء الكبار. فكان القرآن في البداية قد نزل بالسبعة الأحرف كما هو معلوم، فكان الصحابة يقرؤون بها تسهيلا وتيسيرا عليهم. ثم لما أدى ذلك إلى وجود اختلاف في عهد عثمان رضي الله عنه، فدعت الحاجة والمصلحة إلى أن تجمع القراءات أو أن يكتب المصحف بعدة قراءات لا يحصل بسببها الاختلاف. فالقراءات التي كان يقرأ بها الصحابة رضي الله عنهم وهي تخالف المصحف جزء من الأحرف السبعة التي ورد الترخيص بالقراءة بها، لكن لما أجمع الصحابة على المصاحف التي نسخت في خلافة عثمان صير تلك القراءات كأنها منسوخة، وظل كثير من علماء السلف ينقلونها للاستشهاد بها لا للقراءة. فالفقيه والمفسر واللغوي يذكرونها في كتبهم للاستدلال بها على أمر أو استنباط حكم، أما القراءة بها فمتروكة لأنهم أجمعوا على تحريم القراءة بالشواذ كما ذكر ذلك القسطلاني في لطائف الإشارات. هذا ما يتعلق بأحكام أو بأنواع القراءات وأحكامها. فقلنا إن الأنواع نوعان: قراءة صحيحة تقرأ في الصلاة ويقرأ بها القرآن ويتعبد لله عز وجل بها، وهي القراءة التي يقرأ بها الناس إلى زماننا هذا، وطبعا هي قراءات عشر، سيأتي بيان ذلك عندما نذكر القراء والقراءات العشر. هذه القراءات هي النوع الأول، حكمها أن لها أحكام القرآن المعروفة، يقرأ بها ويتعبد بها، ولا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة كما هو معلوم، ويقرأ ما تيسر من القرآن، لها أحكام القرآن. أما القراءات الشاذة فهي التي نقلت بأسانيد لكنها خالفت رسم المصحف، فنقول إن هذه القراءة وهذا النوع يستشهد به ويستفاد منه في الأحكام وفي التفسير وفي العقيدة وما شابه ذلك في الاستنباط، لكن لا يقرأ به ولا تجوز القراءة به. فلا يجوز لأحد أن يقرأ مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين، وصلاة العصر قراءة ثابتة من حيث السند لكنها قراءة شاذة لأنها مخالفة لرسم المصحف. وأيضا قراءة مثلا في كفارة الأيمان، من حنث في يمينه فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. في قراءة عن ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، لا يجوز القراءة بمتتابعات لكن يؤخذ منها حكم، ولذلك احتج بها من ألزم الذي يصوم كفارة للحنث في اليمين بالتتابع، فيستشهد بها ويستفاد منها في التفسير، لكنه لا يقرأ بها وليس لها حكم القرآن من حيث أنه يتعبد لله بقراءتها، وإنما يستفاد منها في القراءة. هذا ما يتعلق بهذا المبحث الذي هو أنواع القراءات وأحكامها باختصار. وقد ذكرنا لكم سابقا بأن المؤلف أورد أشياء يعني تتعلق بالأحاد والمتواتر والمدرج والموضوع، طبعا هذه كلها لا تهمنا، يهمنا الأنواع العامة للقراءات. فالقراءات ترجع إلى القراءات الثابتة الصحيحة والقراءات الشاذة. من أراد التفصيل في ذلك فبإمكانه أن يقرأ كتب القراءات التي تكلمت عن أنواع القراءات، طبعا المدرج الذي أضيف وهو موجود عندكم في الكتاب آخر ما ختم به المؤلف ذكر 6 أنواع يعني على جهة التفصيل، قلنا لكم بأن هذا
لا يهمنا كثيرا. قال استخلص بعض العلماء انواع القراءات، انواع القراءات، فجعلها سته انواع: المتواتر وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، ثم المشهور وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجه التواتر، ثم الاحاد وهو ما صح سنده وخالف الرسم او العربيه، ثم الشاذ وهو ما لم يصح سنده. قال هذا ما لم يصح سنده، والصحيح والتحقيق ان الشاذ صح سنده لكنه خالف المصحف العثماني. الخامس الموضوع وهو ما لا أصل له. والسادس المدرج وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير كقراءة ابن عباس: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج فإذا أفضتم. في مواسم الحج هذه زيادة، فإذا أفضتم من عرفات يعني على سبيل التفسير. فقوله في مواسم الحج تفسير مدرج في الآية، والأنواع الأربعة الأخيرة لا يقرأ بها. على كل حال لا يهمنا كثيرا هذا التقسيم في هذه المرحلة، وإنما يهمنا التقسيم الذي ذكرته لكم وقد قرأت لكم خلاصته من كتاب محاضرات في علوم القرآن للدكتور غانم ابن قدوري الحمد، وهو من الكتب الجيدة في علوم القرآن، وقد أجاد في الكلام عن القراءات والمسائل المتعلقة بها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أقوالنا صوابا وسدادا، وأعمالنا صالحة خالصة لوجه الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.